الشان التونسي خط أحمر، وسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني فوق كل اعتبار، مبدأ جدد تأكيد عليه الرئيس التونسي قيس سعيد في آخر لقاء جمعه بوزير الخارجية التونسي، لكنه أيضا رسالة لواشنطن ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية بلينكن، وكذلك للمرشح لمنصب السفير الأمريكي في تونس جو هود المنتقدة للدستور الجديد. آراء الشارع التونسي جاءت منسجمة مع موقف الرئيس قيس سعيد، تدين التدخل الأجنبي في الشأن السياسي التونسي وتعتبره تعاديا على السيادة الوطنية. ما فما حتى بلاد تنجم تفرض علينا قراراتها، ما فما حتى بلاد تنجم توجهنا. نحن شعب قوي، شعب ملتزم. الشعب هو اللي قرر، والسلطة هي اللي نفذت قرار الشعب. لذا لا أمريكا لا فرنسا لا أي تدخل أجنبي ما عندهاش الحق باش تقول أي حاجة، هذه سيادة وطنية. وزارة الخارجية التونسية استدعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي للاعتراض على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لتونس، خطوة يصنفها محللون لشأن السياسي في إطار الدبلوماسية السيادية التونسية والتوجه السياسي التونسي بعد 25 يوليو. استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لوزارة الخارجية، والتي سبقتها خطوة أخرى باستدعاء أيضا سفير تركيا في وضعية مماثلة هي التدخل في الشأن السياسي التونسي، تعتبر دخولا في التطور الدبلوماسية السيادية التونسية، بمعنى أن تونس بعد 25 جويلية حددت لنفسها نقاط دبلوماسية واضحة هي أن تعود إلى مربع السيادة، إلى مربع هيبة الدولة، وإلى رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. ويرى محللون آخرون أن العالم يشهد تحولات جديدة قلصت من دور الولايات المتحدة، وأن عاد الهيمنة الأمريكية في طريقه إلى الزوال. أنا أعتقد أن التحولات الحالية بدءا من المواقف الروسية وإضافة إلى صمود المقاومة، كذلك عودة سوريا إلى لعب أدوارها الطبيعية. التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تمنع سلطة القرار في تونس من صد محاولات التدخل في الشأن الداخلي والتأكيد في كل مناسبة على ضرورة استقلال البلاد وقرارها الوطني. تتباين المواقف السياسية إزاء المسار الجديد في تونس، وتختلف حول سعي قيس سعيد نحو إرساء جمهورية ثالثة تقطع مع النظام البرلماني وتعزز صلاحية الرئيس، لكنها تلتقي في نقطة إدانة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. إينس فرادي، اليوم، تونس.